الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة فاركو في الدوري. الأهلي يعلن بدء المرحلة الثانية من اختبارات الناشئين بالمحافظات. رجال سلة الأهلي يلتقي الاتحاد في رابع مباريات نهائي دوري السوبر. الكاف يحدد موعد كرة تصفيات أمم أفريقيا 2025. وافتتاح كأس الأمم الأوروبية بمواجهة بين ألمانيا واسكتلندا. معانا حلقة النهاردة يعني مليانة شوية، بكرة لقاء الأهلي وفاركو، بكرة كمان بداية البطولة الأهم أو تاني أهم بطولة في العالم اليورو، وفي أحداث كتير جدا في مختلف المنتخبات والأندية، لكن هنبدأ أكيد من عند النادي الأهلي اللي بيختم استعداداته لمواجهة فاركو في الدوري. النهاردة الأهلي خلاص اكتمل تقريبا باللعيبة الدولية واتمرن قبل الحلقة على طول الساعة 4 كان في تمرين، انتظم اللعيبة الدوليين في التمرين عشان خلاص من بكرة الجمعة إن شاء الله هنرجع تاني لمشوار الدوري، وهنبدأ بمباراة فاركو المؤجلة، وهنبدأ ناخد بقى بالمباراة المؤجلة شوية. وامبارح كمان كان في تدريب على ملعب التتش، ومارسيل كولر المدير الفني للفريق عمل محاضرة بالفيديو للاعبين قبل ما التمرين يبدأ للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالفريق. في احنا في مرحلة الحقيقة صعبة، ان احنا هنبدأ بقى نلعب كل 3 ايام ماتش، واللعيبة الدوليين الراجعين من المنتخب كمان ملحقوش يريحوا تقريبا خالص، يعني ده بيحتاج شغل من مخطط الأحمال كبير، وهو بدأ فيه على طول في المران امبارح. بدأ بقى يظبط الأحمال البدنية عشان طبعا ضغط المباريات اللي جاية، الفترة اللي جاية دي فيها مباريات كتير جدا. وقام مستر مارسيل كولر كمان بتهيئة اللاعبين والتنفيذ بعض التعليمات الفنية والتكتيكية خلال فترة المران، اللي اختتم بتقسيمة قوية جدا بين اللاعبين بثلاث فرق مصغرة، تقسيمة من نوع متعودين عليه في النادي الأهلي بيعملوه ثلاث فرق. النهاردة التمرين بصفوف مكتملة ما عدا المصابين فقط، وطبعا موقف المصابين معروف لكن هنأكد عليه تاني. بيرستاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة. ومن جانبه طبعا قال دكتور أحمد جبلة طبيب الفريق أن التقرير الطبي اللي تسلمه من منتخب جنوب أفريقيا يشير إلى أن بيرستاو يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية. وطبعا أشار دكتور جبلة إلى أنه تاو سوف يخضع للفحوصات جديدة وأشعة فور عودته إلى القاهرة لتحديد البرنامج العلاجي الخاص به، والاطمئنان طبعا على حجم الإصابة بشكل أوضح. أما وسام أبو علي لاعب منتخب فلسطين والنادي الأهلي، الدكتور أحمد جبلة قال إن وسام أبو علي مهاجم الفريق يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي اللي بدأ تنفيذه أمس على هامش مران الجماعي للفريق. وأوضح جبلة أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة وسام أبو علي بجزع في أربطة الكاحل، وذلك أثناء مشاركته مع منتخب فلسطين مؤخرا. وطبعا مخلوف تعرض امبارح لإصابة في الوجه، بكسر في الوجه، ومصطفى مخلوف تعرض لكسر في عظم الوجه أثناء مشاركته في التدريبات أمس، لكن هو هياخد أجازة سريعة كده أسبوع إن شاء الله ويرجع زي الفل إن شاء الله راحة سلبية. عايز كمان قبل لما أبدأ بقى كلام أو نخرج عن الأهلي، عايز أبارك لأحد نجوم النادي الأهلي وأحد كباتن النادي الأهلي وأحد الركائز الأساسية في منتخب مصر والنادي الأهلي، ابن النادي الأهلي محمد هاني. امبارح كان فرح محمد هاني، الحقيقة كان شيء مهم جدا إن احنا نبارك له. مبروك لكابتن من كباتن النادي الأهلي كابتن محمد هاني، مبروك لواحد من أهم اللعيبة في منتخب مصر والنادي الأهلي، دخل خلاص عش الزوجية ودخل امبارح. إن شاء الله تكون بداية خير لمحمد هاني وتكون مرحلة جديدة في حياته، ويكون كمان وش حبيبة أبو الفتوح مراته وشها يكون حلو عليه إن شاء الله يعني في الفترة اللي جاية، ويكون أدم السعد عليه في الفترة اللي جاية. هو بصراحة لاعب مميز، ألف مبروك يا محمد، وإن شاء الله يعني العودة ليك تكون أكثر من رائعة كما اعتدنا من محمد هاني الحقيقة يعني. تعالوا بقى نروح لتقرير عن مواجهة الأهلي وفاركو واستئناف مشوار الدوري ونرجع نكمل كلامنا. من جديد يعود المارد الأحمر لبطولته المفضلة حامل لقبها
والمتربع على عرشها ب43 مناسبة عندما يلتقي بفاركو يوم غد الجمعة ضمن مباراتهما المؤجلة من الجولة 11 من المسابقة. الجهاز الفني سيسعى جاهدا لوضع خطة مواجهة الغد لوضع الحلول الأمثل لتحقيق الانتصار في أولى خطوات الوصول لقمة الترتيب. المدرب مارسيل كولر وجهازه المعاون يواصلون دراسة خطة لعب المنافس للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى لاعبيه وطريقة لعبهم من أجل وضع التكتيك المناسب وتحفيظ اللاعبين واجباتهم وتكليفهم بمهامهم في إطار الخطة التي سيضعها سعيا لتحقيق نتيجة جيدة تلبي الطموحات، خاصة أنه لا مجال للتهاون في المباريات المقبلة أو إهدار الفرص أو ارتكاب أي أخطاء قد تحرم الفريق من هدفه في تحقيق الفوز في كل مبارياته القادمة لتجميع أكبر عدد من النقاط. كما اطمأن كولر على البرامج التأهيلية التي يخضع لها لاعبون المصابون للوقوف على جاهزية من استكمل برنامجه العلاجي منهم للزج في المواجهة المرتقبة، كما حصل كولر على التقرير الطبي والبدني للاعبي الأهلي الدوليين عقب انتهاء مهمتهم مع منتخبنا الوطني. كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في الفترة اللي جاية إن شاء الله من الدوري. لسه احنا في النادي الأهلي ولكن في قطاع الناشئين. الأهلي بيعلن قبل ما نروح الأول لقطاع الناشئين نروح الأول لمقر النادي الأهلي بالجزيرة. معانا زميلنا كريم أحمد مراسلنا المميز من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. أهلا وسهلا بك كريم على الهواء معانا. كل التحية ليك زميلي العزيز عبد الرحمن ناجي وكل التحية لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. أولا كل سنة وأنت طيب، ان شاء الله يكون عيد سعيد عليك وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. ثانيا قول لي بقى، احنا النهارده اكتملت صفوف الفرقه بالكامل قبل مباراه فاركو على طول، طمني كده على الحاله الفنيه. التمرين كان الساعه 4 طبعا، كان في وقت صعب جدا، طمني على الحاله الفنيه وعلى احداث التمرين النهارده. اكيد طبعا في البدايه كل سنه طبعا عبد الرحمن وكل جمهور النادي الاهلي بخير وكل الامه الاسلاميه عيد سعيد بالتاكيد على الجميع، وان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جيده جدا لفريق النادي الاهلي من مباراه الغد. يعني كلنا امال كبيره جدا ان احنا نعود من جديد لبطوله الدوري العام، نشاهد النادي الاهلي نعود لسلسله الانتصارات. هي مرحله تحدي كبيره جدا الحقيقه بضغط مباريات كثيف جدا خلال المرحله القادمه، لكن يعني الثقه الكبيره اللي احنا حاطينها في كل لاعبينا في الجهاز الفني ان شاء الله باذن الله نقدر نتخطى كل هذه المباريات في ظل الطقس الحقيقه الصعب جدا من خلال تدريبات. يعني النهارده التدريب كان بدري شويه لان انت عارف النهارده في سفر الى الاسكندريه استعدادا لمباراه الغد. تدريب النهارده كان الساعه 4 عصرا في درجه حراره تصل ل 43 و44 درجه، الله يكون في عون لعيبه النادي الاهلي. لكن التحدي والرغبه الكبيره اللي احنا شايفينها مع اللاعبين امر مهم جدا عبد الرحمن. النهارده يمكن زي ما انت قلت تكتمل الصفوف وعوده الدوليين ده امر مهم جدا. في بعض اللعيبه شاركت في مباراه منتخبنا الوطني ممكن مش هيبقى لها دور في مباراه الغد، وفي لعيبه ان شاء الله باذن الله تكون اضافه وليها دور كبير. واحده من المباريات المهمه جدا مباراه فاركو عنده الحماس وعنده الدوافع وعنده اكيد رغبه كبيره جدا ان هو يحقق نتيجه قدام النادي الاهلي ويعمل اداء، لكن ان شاء الله رغبتنا تكون اكتر واكبر باذن الله مع التحضيرات الخاصه والفنيه. المستر كولر النهارده بالتاكيد عمل محاضره تصل ل 40 دقيقه، يعني محاضره كانت مهمه جدا فيها هايلايتس لاعبين، فيها بعض التعليمات، فيها بعض الامور اللي بيحاول النهارده يطبقها من خلال التدريب. لكن الحمد لله الامور طيبه جدا، يعني لما بنطمن على القوام الكامل وتحديدا كمان لاعبتنا العاديين من المنتخب ده بيكون امر مهم ان انت بتسمع من الجهاز الطبي ان الحمد لله ما فيش حد بيشتكي من اي شيء، ده امر مهم جدا. لكن عندنا اصابات عبد الرحمن ويمكن الامر ده بيزعج شويه الجهاز الفني. بالتاكيد الاصابات يعني قضاء وقدر بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، اكيد عارفين وسام مده غياب وتصل الحقيقه ليه اسبوعين ويمكن ده امر مزعج شويه للجهاز الفني. لكن يعني السكواد المميز اللي عندنا ولاعبتنا الكبيره والخبرات المتواجده ان شاء الله تقدر تعوض قيمه كبيره جدا الحقيقه زي وسام ابو علي. ايضا كمان الحقيقه تاو، يعني تاو شد في العضله الخلفيه بتخسره في مرحله مهمه جدا. يعني كل الامور دي الحقيقه بيكون ليها يعني ترتيبات خاصه للجهاز الفني والجهاز الطبي، لان احنا قعدنا فتره عبد الرحمن ما فيش اي اصابات وده كان امر مهم جدا، لكن بترجع لك الاصابات من جديد. لكن ان شاء الله باذن الله نقدر ولاعيبتنا تقدر ان شاء الله مع القوام المميز جدا لاعيب النادي الاهلي ان انت توظف بعض اللعيبه. ممكن ما يبقاش في اماكن غير اماكنها، لكن ان شاء الله يكون مردودها كبير جدا. اليو ديانج كمان يعني هيوصل متاخر، هيغيب بالتاكيد عن مباراه فاركو. لكن لو بنتكلم على التدريب بشكل عام، التدريب النهارده كان تدريب قوي، في جرعه تدريبيه جيده جدا. كولر النهارده يمكن اكد على اكثر من نقطه، الراجل حاول ان هو
يأكد على الكرات الثابته، على الكروسات، الكورنرات، التغطيات العكسيه. الراجل النهارده اتكلم مع كل اللعيبه بشكل قوي جدا قبل المباراه، واكد ان المرحله القادمه مرحله مهمه جدا لا تستحمل التهاون تماما في اي مباراه، نقاط كل المباراه تكون معانا. فالحمد لله عبد الرحمن، يعني مع التدريب الاخير خلاص لفريق النادي الاهلي اليوم، اقدر اقول لك ان في خلال 10 دقائق ينتهي التدريب بالكامل، ومنها مباشره تتوجه حافله النادي الاهلي الى الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراه فاركو غدا بمشيئه الله. كريم، انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا عايز اتناقش معاك فيها. انت قلت اللي كان في فتره بدون اصابات، لكن احنا الفتره اللي فاتت دي تحديدا اخر 3 اسابيع قبل النهائي، نهائي دوري ابطال افريقيا، كان في تلاحم ماتشات بشكل رهيب جدا، وفجاه اللعيبه الدوليين كلهم سواء المنتخب مصر او غيره كلهم بينضموا الى منتخباتهم. يمكن القوام الاساسي بالكامل، الجون الاحتياطي والجون الاساسي، كل القوام بالكامل تقريبا لعب اكتر من 16 ماتش في اقل من 3 اسابيع، فده مش منطقي. انت برضو اتكلمت فيها كويس جدا، لكن وضح لي الاستشفاء اللي حصل في الملعب النهارده. كان في من مخطط الاحمال جزء خاص بالموضوع ده، ان هو بيحاول يعمل عمليه استشفاء للاعبين عشان رجوع اللعيبه الدوليين كمان جايين من اجازه راحه سلبيه حوالي يومين تقريبا بعد الماتش. فبرضو قول لي كده، اوصف لي اللي حصل في الملعب من عمليات الاستشفاء من اندوني لمخطط الاحمال. هي بالتأكيد عبد الرحمن، يعني هي مرحلة كبيرة جدا، وقيمة النادي الأهلي ما بتكون كبيرة جدا كالعادة، بتشوف العدد الكبير في منتخباتنا الوطنية المختلفة، سواء منتخب الأولمبي أيضا كمان ومنتخبنا الوطني، عدد كبير من اللعيبة من معسكر لمعسكر. الحقيقة بيكون أمر يعني للاعبين بالذات بيبقى فيه ملل، لأن أنت تطلع من معسكر من بطولة تدخل في بطولة أخرى من بطولة الدوري إلى منتخبنا الوطني بسفر، فبتكون إجهاد كبير جدا على لعيبه النادي الأهلي. لكن بالتأكيد بخطة الأحمال الخاص بفريق النادي الأهلي استلم التقرير الخاص من منتخبنا الوطني، لأن جرعات التدريبات بتختلف. النهارده الراجل كان مركز مع كل المجموعه العاديين من منتخبنا الوطني بتدريبات معينه، تدريبات خفيفه فيها ريكفري مهم جدا، فيها استشفاء لكل اللاعبين، لان المجهود الكبير من السفر وايضا كمان من قوه المباريات، من الالتحامات، من درجه الحراره الاخيره اللي شفناها طبعا في مباراتنا، مباراه المنتخب، كل الامور دي الحقيقه يعني بتقلل شويه من المجهود لفريق النادي الاهلي. لكن اللي بيبذل هنا من الجهاز الطبي لعوده اللاعبين للاستشفاء للريكفري، الاجهزه الحقيقه الممتازه هنا داخل النادي الاهلي بمقر الجزيره بتساعد لعيبه النادي الاهلي على التقاط الانفاس بعض الوقت. لكن الضغط الكبير عبد الرحمن، انت بتلعب كل 72 ساعه مباراه بتحتاج ان انت تدخلها بمعنويات مباراه كاس، لازم تكسب المباراه كانها مباراه كاس وليس مباراه دوري. عشان كده بنقول ربنا يكون في عون لعيبه النادي الاهلي. ومنها كمان عبد الرحمن هقول لك، يعني كان في بعض الامور الناس بتتكلم ان ممكن يكون في معسكر لفريق النادي الاهلي لمباراه فاركو والاتحاد السكندري. الحقيقه مستر كولر والكابتن خالد بيبو مدير الكوره كان في قرار مهم جدا ان ما يبقاش في معسكر، لان اللعيبه راجعه من معسكر، لعيبتنا في منتخبنا الوطني، هتدخلهم كمان في معسكر حالة الملل بتلمس اللاعبين، ده امر يعني معروف لكل لاعبي النادي الاهلي. فما بيكون في فصل يوم او يومين عن التدريبات، اما بيكون ان انت بترجع تقعد مع اسرتك تحاول ان انت تغير المود شويه، بترجع بمعنويات كبيره وبرغبه اكبر. فعشان كده بناكد على هذا الامر ان مفيش معسكر لفريق النادي الاهلي في مباراه فاركو الاتحاد السكندري. وباكد لك كمان ان النهارده في مجهود كبير جدا بذل من الجهاز الطبي والمخطط الاحمال لكل اللاعبين العائدين من المنتخب، عشان يحاول ان هو يطلعهم من الضغط الكبير جدا، تدريبات معينه، تدريبات خفيفه، استشفاء، في تدليك، في امور كبيره جدا بتبذل هنا عشان المشوار الكبير والفتره القادمه القويه. ان شاء الله باذن الله ربنا يحافظ على كل لعيبتنا ان شاء الله باذن الله، سواء في مباراه الغد او من خلال التدريبات. الحماس موجود والرغبه الكبيره موجوده جدا، لكن ان شاء الله عبد الرحمن زي ما بقول لك بكره يكون يوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي، واستطيع بمشيئه الله النادي الاهلي الحصول على 3 نقاط هتساعده بشكل كبير جدا بالتاكيد في مشواره في بطوله الدوري العام. شكرا زميلي العزيز كريم احمد، تغطيه اكثر من رائعه الحقيقه، يعني من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. زي ما حضراتكم شفتوا من خلال التقرير ومن خلال كلامنا عن الفرقه، التلاحم الماتشات الكتير ده قوي هيكون ليه تاثير الفتره اللي جايه، ان ربنا يستر طبعا. واحنا معانا جهاز طبي على اعلى مستوى ومعانا جهاز فني بالكامل اللي يقدر ان هو يعمل عمليه الاستشفاء او الريكفري بشكل رائع، لكن ضروري جدا ان احنا الفتره اللي جايه يكون في تنسيق بين الجهاز الطبي والجهاز الفني واجهزه المنتخبات كلها. احنا يعني عندنا اكتر من لاعب تقريبا القوام الاساسي بالكامل في منتخبات، لازم يحصل التنسيق ده. يعني بيرستاو جايب التقرير الطبي بتاعه، اليو ديانج لازم برضو نفس الكلام يعمل عمليه الريكفري والاستشفاء كويس قوي، لان احنا 3 ايام مهم جدا يكون في تواصل بين الاجهزه الطبيه عندنا والاجهزه الطبيه في المنتخبات. وده اللي بيحصل في النادي الاهلي بالمناسبه دايما، يعني ان يكون في تواصل بين الاجهزه الطبيه بين النادي والمنتخبات. اللاعب بيرجع من معسكر منتخب بلده مع التقرير الطبي بتاعه وفي تواصل مع الجهاز الطبي بتاعه في المنتخب، ده هيسهل كتير جدا عمليه الاستشفاء في الفتره اللي جايه، خصوصا ان احنا ما عندناش وقت. كمان النقطه اللي اتكلم فيها كريم مهمه جدا، ان مفيش معسكر، دي نقطه مهمه جدا فعلا. الملل اللي بيشعر بيه اللاعب اللي على طول قاعد في اوتيل ما بيشوفش اهله كتير، وخصوصا ان معظم دولات العالم دلوقتي في اجازه،
يعني تقريبا الدوري المصري مش هقول الوحيد بس من ضمن دوريات قليله جدا اللي لسه مستمره يعني. ده عبء نفسي اكتر منه بدني على اللعيبه، فبالتالي هو تخفيف من العبء النفسي على اللاعبين ان اللاعبين دي تبات في بيوتها. طبعا ليله الماتش بيبقى فيه تجمع، ولو فيه سفر بيبقى فيه سفر، لكن مفيش معسكر طويل. ده شيء مهم في الفتره دي الحقيقه، يعني اللعيبه ما لحقتش تاخد راحه تقريبا طول الموسم ده، والموسم اللي جاي غالبا لاحم في الموسم ده. فربنا يستر من الاصابات، وربنا يستر من الاجهاد الذهني كمان للعيبه. في لعيبه الاشارات اللي بتوصل من المخ من الجهاز العصبي للجهاز العضلي احيانا حتى لو هو قادر بدنيا ذهنيا بيبقى مجهد. دي نقطه النادي الاهلي هيراعيها بجهازه الفني بالكامل، ولكن تلاحم الماتشات اللي جايه دي اكيد مستر مارسيل كولر عامل حسابه على كل ده، والجهاز الطبي عامل على حسابه على كل ده، لكن هنحتاج ان يبقى في ريكفري اكتر من العادي بتاعنا. يعني القدم بالنادي الاهلي، تعالوا بقى نروح لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. خلصنا المرحله الاولانيه من الاختبارات في محافظات كتير، منها السويس واسكندريه والغربيه والشرقيه، وكانت ناجحه جدا، ولاحظنا ده احنا عرضنا معاكم الحلقه اللي فاتت يعني جزء من اختبارات قطاع الناشئين، وكانت في الحقيقه يعني حاجه ممتازه جدا. ويمكن دخل معانا كابتن بدر رجب قال لنا رساله مهمه جدا، قال ان ضروري جدا ان الاسر واللعيبه تهتم او تبقى ما عندهاش شك وهي داخله انها تاخد فرصه كامله. ده شيء مهم قوي. النادي الاهلي اعلن عن موعد بدء المرحله الثانيه لاختبارات الناشئين بالمحافظات، هتقوم طبعا في بني سويف واسيوط بدءا من 25 و28 يونيو الجاري على الترتيب. تبدا عمليه بيع الاستمارات للاختبارات في محافظه بني سويف اعتبارا من 22 يورو الجاري في الواحده ظهرا بمركز التنميه الشبابيه شرق النيل، وتقام الاختبارات بالمراكز بالمركز منذ السابعه صباحا بدايه من يوم 25 وحتى 27 من الشهر. وفي محافظة أسيوط تبدأ عملية بيع الاستمارات منذ الواحدة ظهرا اعتبارا من يوم 25 يونيو باستاد جامعة أسيوط، وتقام الاختبارات على استاد الجامعة في السابعة صباحا بدءا من يوم 28 وحتى يوم 30 يونيو. وطبعا كان الأهلي قد أجرى المرحلة الأولى للاختبارات الناشئين زي ما قلت لحضراتكم، راحوا تقريبا الشرقية والغربية والسويس واسكندرية. ده بعد ما أقيمت الاختبارات كمان في مدينة نصر على ملعب الأكاديمية فرع مدينة نصر، تقريبا راحوا كل حاجة. وأعتقد إن احنا في 7 دي سبورت هنا تابعنا الاسبوع الماضي اختبارات الاهلي وقت ما كانت في محافظه الغربيه اثناء الحلقه يعني، وكابتن بدر رجب دخل معانا واتكلم بكل شفافيه عن تفاصيل الاختبارات وعمليه الاختبارات في قطاع الناشئين. يمكن عاوز ااكد تاني على كلام كابتن بدر رجب وافكركم بيه، قال لهم بالظبط روحوا اختبارات النادي الاهلي وانتم مطمنين ان المواهب هيكون ليها فرص وهيتشاف وهينجح. الاهلي بيدور على المواهب وبيروح لهم لحد عندهم في كل مكان. يعني الفتره اللي فاتت من الغربيه للسويس لاسكندريه للشرقيه، والفتره اللي جايه لسه في محافظات الصعيد كمان. يمكن الناس كانت بتطالب، انا شفت تعليقات حضراتكم على الحلقه اللي فاتت ليه مش بتروحوا الصعيد، اديهم رايحين الصعيد. واكيد هنتابع معاكم سير عمليه الاختبارات في الصعيد خلال برنامجنا في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. يعني كل ولي امر شايف في ابنه موهبه عندك فرصه في اختبارات النادي الاهلي، والنادي الاهلي هو اللي جاي لك لحد عندك، و المرة دي هتاخد فرصة في المكان اللي انت فيه، مش هتحتاج تسافر، مش هتحتاج تروح حاجات كتير. احنا معاكم وبنروح لكم، والنادي الاهلي يعني تقريبا من الاندية القليلة جدا اللي بتعمل اختبارات في المحافظات. من بعد التاسعة تقريبا مقصرين في حق، يعني العشرة خدت حقها شوية في احتفال من النادي، انما ال11 دي فعلا مقصرين في حقها جدا. دي بطولة مهمة، دي بطولة دوري ابطال افريقيا برضه يعني. يعني ال 12 خدت وقتها شويه، كان فيه التوقف الدوري ده احتفلنا شويه، انما البطوله دي لازم تاخد حقها يا جماعه. ال 11 دي نحاول نحتفل بيها في فترات التوقف يعني. تعالوا بقى نروح لرجال كره السله بالنادي الاهلي او رجال سله الاهلي، اللي هيلتقي نادي الاتحاد في رابع مباريات نهائي دوري السوبر، الفريق الاول لكره السله. طبعا ده بيست اوف 5 انتوا عارفين، خمس ماتشات لازم على الاقل تاخد ثلاث ماتشات منهم. النهارده الخميس عندنا اللقاء الرابع بين الاهلي والاتحاد السكندري، رابع مباريات الدور النهائي لبطوله دوري السوبر للمحترفين اللي بتقام بنظام بيست اوف 5 زي ما قلت لحضراتكم. من المقرر ان اللقاء النهارده يكون الساعه 9 ان شاء الله، وتقام على صاله استاد القاهره، ودي بتمثل اهميه كبيره جدا للجهاز الفني واللاعبين في مشوار البطوله. أغوستي بوش المدير الفني للفريق حرص خلال المران الاخير ان هو يعني يركز على بعض التدريبات الدفاعية والتخصصية والرميات الثلاثية والريباوند مع شرح الأخطاء اللي ظهرت خلال المواجهات السابقة. طبعا فريق الاتحاد فريق قوي جدا، من الفرق مش من فرق، هو تقريبا المنافس الأقوى للنادي الأهلي في كرة السلة يعني. طبعا كان الاتحاد حقق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 71-69، والأهلي حقق الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 83-79،
وفي المباراة الثالثة فاز الاتحاد بنتيجة 80-78. نتائج قريبة قوي زي ما انتم شايفين. فريق السلة دايما فرح ياما فرحنا وخدنا بطولات كتير جدا قوي في السنتين اللي فاتوا دول، واحنا وراهم وعندنا ثقة فيهم هيفرحونا بإذن الله. فريق الاتحاد فريق كويس قوي، لكن في النهاية انت الأهلي بتلعب على البطولة وبتلعب على اللقب. توفيق لفريق السلة النهاردة، مباراة مش سهلة، وان شاء الله ان شاء الله يعني يكون مباراة النهاردة موفقة ونكسب. يمكن الوضع في كرة السلة تحسن كتير جدا 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 في السنتين اللي فاتوا. مستر إيجوستيك بوش من الناس اللي أضافت كتير فعلا في الفرقة دي، لعيبة كتير ليها أدوار مهمة. البطولات اللي خدناها مش شوية، ولكن دايما النادي الأهلي عينه على الفوز. إن شاء الله بالتوفيق النهاردة، وإن شاء الله الأهلي يفوز ويبقى عنده فرصة للفوز في دوري السوبر. تعالي بقى نقول إن التكريمات مستمرة طول الأسبوع. إحنا الأسبوع اللي فات قلنا لكم إن كان في تكريم لفريق الفولي والهاندبول والباسكت، بنات وولاد كلهم خدوا البطولات. الأسبوع ده كمان بقى كان في تكريم لكرة الماء، فريق كرة الماء بالنادي الأهلي زي ما إحنا شايفين هي اللقطات معانا. كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي حرصوا على تكريم لاعبي الفريق الأول لكرة الماء وجهازهم الفني والإداري والطبي على حصاد الموسم اللي احنا فيه ده. فادوا بثلاث بطولات، الدوري والكاس وبطوله السوبر او بطوله كاس مصر لكره الماء. حقيقه يعني البطوله كمان بتاعه الكره الشاطئيه، دول الثلاث بطولات اللي خدوهم، وده انجاز كبير جدا. اشاد كابتن محمود الخطيب بما قدمته منظومه الفريق من اداء مميز وروح فنيه ساهمت في تحقيق الفوز بالعلامه الكامله وعدم خساره اي مباراه خلال الموسم الاخير. وقال كابتن محمود الخطيب خلال كلمته ان الاهلي اعتاد على توارث القيم والمبادئ من جيل لجيل، وإن من يعرف قيمة النادي الحقيقية يدرك أنه لا يوجد مجال للتشبع من البطولات، وأن المسؤولية أصبحت مضاعفة للحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجازات وكتابة المزيد من التاريخ. وشدد على ضرورة التحلي بشخصية الأهلي وروح الأبطال لحصد المزيد من الألقاب، وكانت الإنجازات الفردية كمان من خلال التركيز على التركيز الشديد وتحديد طموح النادي الأهلي على ان هو يفضل افضل نادي في كل الالعاب. الحقيقه الموسم ده في الالعاب الاخرى مميز جدا، مميز جدا، يعني تقريبا مفيش فرقه ما خدتش بطولات كتير، يعني اللي وقع منه بطوله ولا حاجه ده كده وقع، فاهم؟ الموسم ده ما شاء الله كتير محققين الثلاثيه، كده اكتر من فريق داخل النادي الاهلي محقق الثلاثيه ما شاء الله. يعني بطوله افريقيا تقريبا معظم الفرق تقريبا خدتها، فبالتالي ده عبء كبير جدا على منظومه النادي الاهلي ان انت تفضل محافظ على ده، لان النادي الاهلي ما بيدورش على حاجه غير الفوز، وما بيدورش على حاجه غير ان هو يفضل جعان بالبطولات. دي شخصيه البطل وشخصيه النادي الاهلي. نتمنى ان كل الفرق اللي لسه عندها بطولات زي فريق الباسكت كده النهارده كمان ان شاء الله يبقى ياخد خطوه لقدام ناحيه دوري السوبر، وان شاء الله كل الالعاب تفضل بنفس المستوى اللي تعودنا عليه وتعود عليه جمهور النادي الاهلي. تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا بعد الفاصل، انتظرونا حضراتكم عشان نكمل اخبارنا. وخلصنا كلام عن النادي الاهلي بقى، تعالوا نروح للكاف اللي بيحدد موعد قرعه تصفيات امم افريقيا 2025. اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف اجراء قرعه تصفيات امم افريقيا المؤهله لكاس امم افريقيا المغرب 25 يوم 4 يوليو المقبل في جوهانسبورغ ببطوله كاس الامم الافريقيه 2025 المقرر اقامتها بالمغرب. لم يتم تحديد الموعد النهائي لها حتى الان، وقال يعني احنا هنلعب التصفيات لحد ما نحدد ميعاد البطولة. احنا لسه البطولة لحد دلوقتي مش متحدد ميعادها، وطبعا انتوا عارفين ان لسه شوية مواعيد مش متظبطة بسبب كاس العالم للأندية 2025، يعني لسه الكاف مش قادر يحدد المواعيد. الفيفا هو اللي هيتدخل مع الكاف ويحلوا مشكلة المواعيد دي مع بعضهم. يعني قال الكاف عبر موقعه الرسمي ان قرعة تصفيات أمم أفريقيا سيتم إجراءها في جنوب أفريقيا يوم 4 يوليو في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة. وأضاف البيان أن إجراء القرعة سيكون بحضور نخبة من أساطير الكاف وممثلي الفرق المشاركة وأعضاء اللجنة المنظمة المحلية لكأس الأمم الأفريقية المغرب 2025 وغيرهم. وأشار كاف إلى أنه سيشارك 48 منتخب في التصنيف بالتقسيم إلى 12 مجموعة تضم كل منهم 4 فرق، ثم يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني، يعني الأول والوصيف، وهيتأهلوا للكان مباشرة. ومن المقرر أن تنطلق منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 في شهر سبتمبر المقبل. يعني لعبة الأهلي هتخلص في 8 وتبدأ في 9 على طول بطولة أمم أفريقيا، تصفيات أمم أفريقيا. يعني إحنا عندنا كمان في كأس عرب
وفي لسه ما نعرفش الانتر كونتيننتال دي ميعادها امتى، في شويه حاجات كده احنا مش فاهمينها يعني. اتمنى ان الموسم اللي جاي يعني خلاص احنا مزنوقين الموسمين دول لاحقين في بعض، مفيش اكتر يعني. اللعيب اللي هياخد اسبوع في الاهلي ده يبقى احنا كده ادينا له راحه سلبيه يعني، ده يعني اللي هياخد اسبوع. لكن لازم يكون في نظام محطوط للموسم الجاي ان احنا نخلص بدري شويه. معلش يا جماعه تعالوا على نفسكم كده بقى باي سيستم، لكن احنا كنادي اهلي موقفنا في التلاحم الماتشات والمواسم دول احنا بنركز ان احنا نكسب الدوري السنه دي، ده اهم حاجه، بعد كده ربنا يسهل. لكن اللعيبه ان شاء الله تكسب الدوري، هتخلص الدوري بعدها باسبوع 10 ايام هيبقوا في معسكر المنتخب عشان التصفيات المؤهله لبطوله امم افريقيا 2025. منتخب مصر طبعا هيشارك في التصفيات، فبالتالي لعيبه النادي الاهلي اللي هيبقوا في المنتخب اللي هم القوام الاساسي للمنتخب هيكونوا على راس قائمه منتخب مصر. فيعني موضوع التلاحم الماتشات ده الله يكون في عون اللعيبه والله بجد. اقصر عمر افتراضي للعيب في العالم هو اللاعب المصري. اللعيبه كلها بتلعب للاربعينات مرتاح وبيبقى عندهم فترات راحه كبيره وعندهم استشفاء، الريكفري ده عندهم شهر على الاقل راحه سلبيه. فانتوا يا جماعه بتعذبوا اللعيب بتاعكم. يعني نظام البطولات لازم يعني لازم نشوف حل لان احنا ننتظم ونخلص في ميعاد ونبدا في ميعاد ويبقى في فتره راحه. تعالوا بقى نروح للكره العالميه. قبل لما ندخل في اخبارنا، احنا في 24 ساعه تفصلنا عن البطوله تاني اهم بطوله في العالم. طبعا دي من اجمل البطولات اللي الواحد بيتفرج عليها، هي تاني بطوله بعد كاس العالم فعلا، كاس الامم الاوروبيه او اليورو. يمكن اليورو بطوله بيتابعها من تقريبا العالم كله بيشوفها، مش بس اوروبا يعني. ده احنا هنا في مصر ومن اول ما بدا التلفزيون المصري بس مباريات البطوله الاوروبيه دي، والجمهور المصري بيحب كل اربع سنين يشوف كاس الامم الاوروبيه. يعني دي بطوله زي كاس العالم يعني، كاس عالم مصغر تقريبا يعني، وبتشوف فيه المنتخبات اللي بتحبها كلها يعني. المره دي كمان سخنه جدا يعني، في مجاميع صعبه قوي. يمكن البطوله كمان بطوله مفاجآت، بيحصل فيها معجزات كتير جدا. شفنا مثلا الدنمارك في سنه 92 ما كانتش في البطوله اصلا ودخلت اخرتها. شفنا اليونان في 2004 كانت اخر منتخب ممكن اي مشجع يتوقع انه يتاهل حتى من دور المجموعات، لكنه فاز بالبطوله على البرتغال في النهائي وتوج باللقب الوحيد ليه في تاريخه. شفنا بطولات زي اللي فاتت دي، البطوله اللي فاتت زي منتخب ايطاليا مثلا بالدفاع الكلاسيكي دوت وبيلوتشي وكيليني قدر يكسب البطوله. دي مفاجآت بطوله اليورو حقيقه يعني، بطوله مميزه. المجموعات قدامنا اهي، انا بالنسبه لي في المجموعات دي في مجموعه موت، اسبانيا وكرواتيا وايطاليا الثلاثه اللي هم ممكن يكونوا مرشحين للبطوله في مجموعه واحده معاهم البانيا. يعني البانيا لو خرجت من المجموعه دي لازم تاخد البطوله، يعني لو تأهلت من وسط الثلاثة دول اسبانيا وكرواتيا وايطاليا لازم تاخد البطولة يعني. لكن انت متخيل ازاي تصنيف اسبانيا وكرواتيا وايطاليا؟ يعني كده ايطاليا تصنيف ثالث وكرواتيا تصنيف ثاني واسبانيا تصنيف اول. ازاي ايطاليا تصنيف ثالث؟ دي اصلا حاجة غريبة جدا. كرواتيا تصنيف ثاني، الدولة لسه واخدة كأس العالم من كأسين عالم تصنيف ثاني، فاهم؟ فمجموعات صعبة جدا كلها يعني، انجلترا والدنمارك في مجموعة واحدة، فرنسا وهولندا والنمسا دي مجموعة موب برضه، فرنسا وهولندا بس يعني فرنسا وهولندا اعلى شوية ومعهم بولندا كمان. مجموعه البرتغال مجموعه كويسه يعني. بلجيكا انا بقى عندي تساؤل، منتخب زي بلجيكا بالامكانيات اللي عنده واللعيبه الجامدين اللي عنده دول كلها ما بيكسبش اليورو مثلا، رغم ان معاهم مجموعه معقوله جدا اهي. بس طبعا تبقى المجموعه اللي فيها اسبانيا وكرواتيا وايطاليا دي مجموعه موت بجد يعني، مجموعه تخض. انا هتفرج على ماتشات فيها يعني، انت هتتفرج على ماتش اسبانيا وكرواتيا وتتفرج على ماتش اسبانيا وايطاليا وكرواتيا ماتشات ممتعه جدا حقيقه يعني، ماتشات على اعلى مستوى من المتعه. هنكون كمان على موعد مع المتعه لمده تقترب من شهر، نهائيات الكاس تنطلق غدا طبعا امم اوروبا 2024 الجمعه في المانيا. منتخب المانيا هيلاعب نظيره الاسكتلندي، ومنتخب المانيا وهو دوله منظمه مختلف. منتخب المانيا بقاله فتره واقع، لكن وهو دوله منظمه يتعمل له حساب طبعا يعني، وهو بيلعب على ارضه في وسط جمهوره، والمباراه هتقام كمان في اليانز ارينا ملعب بايرن ميونخ. طبعا مباراة في ملعب 75,000 متفرج هيتملوا كلهم المانيا. وهيدخل بطل اوروبا ثلاث مرات طبعا في منافسة يورو 2024 بطموحات مدربه الشاب ناجلسمان، اللي بيسعى لإعادة الهيبة للمنتخب الالماني بعد خروجه من الدور الاول في اخر نسختين في كاس العالم. طبعا كانت برضو من المفاجآت المانيا تخرج نسختين من كاس عالم في الاول كده، روسيا 2018 وقطر 2022، اضافة للخروج من دور ال 16 في النسخة الاخيرة من اليورو كمان، يورو 2000 خرجوا بدري قوي.
وقبل ايام قليله جدا من انطلاق منافسات يورو 2024 اتعادل المنتخب الالماني مع في مباراه وديه مع اوكرانيا 0-0، وكان الاقرب طبعا ان هو يفوز، وفاز على اليونان 2-1. طبعا عامل الارض والجمهور عامل مهم جدا، لكن اوروبا سهل ان انت تبقى من هنا لهنا الجمهور هيروح عادي وهتلاقي الماتشات كلها يعني على اخرها. في المقابل بقى بيسعى منتخب اسكتلندا بقياده مدربه ستيف كلارك لتحقيق مفاجاه في افتتاح يورو 2024، وهي بطوله المفاجات. دايما اليورو بطوله المفاجات، يعني على الاقل هيبقى عايز يخرج بنتيجه ايجابيه تساعده في تحقيق انجاز تاريخي بالتاهل للدور الثاني. ده طبعا قبل مواجهه سويسرا والمجر في الجولتين الثانيه والثالثه بالمجموعه الاولى. وعايز اقول حاجه مهمه جدا عن اليورو قبل ما اكمل كلامي عن البطوله عموما. دايما الفريق اللي بيتقال عليه حصان اسود في البطوله ده بيبقى مرشح انه ياخد البطوله في البطوله دي بالذات. مفيش حاجه لها مقاييس ابدا. اي منتخب عامل نتائج مش كويسه ياخد البطوله عادي، اي منتخب اول مره يشارك ممكن ياخد البطوله عادي. دايما بتبقى ميلاد لعيبه مميزه جدا البطوله دي، غير ان احنا بنستمتع. انت عندك 3 ماتشات في اليوم بعد كده، يعني من بكره هتبقى معاك الساعه 4 ماتش، الساعه 7 ماتش، الساعه 10 ماتش، حاجه في منتهى الجمال يعني. وعندنا اسبوع اجازه هو اللي انتوا داخلين عليه ده، فهيبقى الناس قاعده بتتفرج تستمتع بماتشات اليورو. تعال نروح رجعنا لحضراتكم بقى. التقرير موضح لنا البطوله سخنه ازاي من بدايه تاريخها، يعني بطوله مفاجآت دايما. لكن تعالوا نروح بقى نناقش الكلام ده مع واحد من نجوم النادي الاهلي، كابتن احمد ابو مسلم نجم مصر والنادي الاهلي السابق وصاحب التجربه الاحترافيه الكبيره في فرنسا وبلجيكا. اهلا بيك عبد الرحمن، اخبارك ايه؟ كابتن ازاي حضرتك، منورنا في قناه النادي الاهلي. الو، في مشكله في الاتصال، هنرجع نكلمه تاني. بطوله زي ما بقول لحضراتكم دايما فيها مفاجآت. انا دايما بتساءل منتخبات كبيره ما بتاخدش البطوله بشكل مستمر ليه، ومنتخبات عندها امكانيات ما بتاخدش البطوله اصلا. يعني منتخب بلجيكا منتخب كان مصنف الاول على العالم مره في وقت من الاوقات، ومنتخب بيوصل للمربع الذهبي في كاس العالم والكلام ده كله، ولكن يجي في اليورو ما يبانش حاجه خالص، مش فاهم ليه، ومعاه سكواد قوي جدا. يعني التشكيل بتاعه خد منتخبات كبيره جدا تلاقيها خرجت في الدور الاولاني، ومنتخبات صغيرة جدا. يعني أنا فاكر اليونان لما خدت البطولة بتتأهل من المجموعات بالعافية جدا، بعد كده تعمل ماتشات كبيرة وتعمل ماتش قدام البرتغال غريب، وبطريقة دفاعية بتلعب بأسلوب دفاعي من أول مباراة لآخر مباراة، أسلوب دفاعي بحت، يعني بدافع واخطف جون، وتلاقيها مرة واحدة خدت اليورو. حاجة كده بطولة ممتعة جدا. متعة البطولة بقى الحقيقة إن أنت تلاقي لاعب ناشئ طالع مع منتخب بلاده، وتلاقيه بعد كده بيتهافت عليه الأندية الأوروبية كلها، وتلاقي حارس عمره 18 سنة، يعني أغلب الحراس اللي لعبوا بطولة يورو لعبوا 16 و18 سنة. يعني كورتوا بدايته كانت بطولة يورو وهو عنده 16 سنة، كاسياس بدايته كانت مع أسبانيا وهو عنده 18 سنة. فبطولة دايما ولادة وممتعة. وإحنا بقى كمان الجميل إن 3 ماتشات في اليوم على مدار شهر ده شيء ممتع جدا. التلفزيون بتفرج على يورو يعني وقت فراغ ممتاز الحقيقه يعني. وعشاق الكوره بقى اللي بيحبوا التحليل والكلام ده، انت دايما اليورو دي الخطط الجديده كلها بتطلع في اليورو. اول مره يتلعب 4-2-3-1 مثلا كان في اليورو، اللي هي 4-4-2 الجديده اللي هي بقت 4-3-3 بعد كده، كانت اول حاجه في اليورو. بدايه ان انت تلغي مركز الليبرو الصريح ده كان في اليورو. فيها افتكاسات كتير، فيها شكل مختلف، اجواء مختلفه، منتخبات انت ممكن ما يعني حاجات ما بتشاركش في كاس العالم، منتخبات ما بتشاركش في كاس العالم بتشارك في اليورو وتلاقيها جامده جدا. يعني فين وفين لما تلاقي منتخب من المنتخبات اللي هي مرشحه دايما ان هي ما تتاهلش بتشارك في كاس العالم، انما في اليورو تلاقي ممكن تاخد البطوله عادي. شيء عظيم وبطوله عظيمه جدا، ودايما متعتها في ان انت تتفاجئ. تتفاجئ بقى بمنتخب خد بطوله بشكل غريب، تتفاجئ ان ايطاليا مثلا المره دي تصنيف ثالث، وفي كمان مجموعة مدربين جديدة كبير جدا، فيهم شباب، فيهم مدربين عندهم خبرات كبيرة، فيهم مدربين من كل الأنواع. البطولة دي بالذات من مميزاتها إن فيها مدربين، في وجوه جديدة وفي ناس لسه صغيرة في السن جدا، وفي مدربين عندهم خبرات بيمسكوا منتخبات لليورو بس، ده متعارف عليه يعني اللي هو مدرب منتخبات. لكن كمان تصنيف المنتخبات، أنا المجموعة بتاعت أسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وألبانيا دي، إزاي إيطاليا تصنيف ثالث؟ طيب
وازاي المجموعه دي اتكونت دي كده ازاي؟ مش فاهم. هتبقى مجموعه هي الامتع طبعا. تعالوا بقى نتناقش في الكلام ده كله مع الكابتن احمد ابو مسلم، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق اللي سبق ليه الاحتراف في اوروبا في اكتر من بلد، في فرنسا وبلجيكا. تعالوا نتناقش معاه في الامور دي كلها. كابتن احمد ابو مسلم، اهلا بيك في 7 داي سبورت. عبد الرحمن عامل ايه؟ والله بخير، طمنا على حضرتك الاول. طيب والله وحضرتك طيب وبخير. قول لي بقى، شايف الاول تعالى نتكلم على الاهلي، شايف مباراه الاهلي وفاركو ازاي بعد التتويج ببطوله افريقيا؟ وهنستأنف بقى مشوارنا طبعا اللي هو هيبقى مليان ماتشات، كل 3 ايام ماتش تقريبا. شايف ده على اللعيبه ازاي؟ وشايف فرص الاهلي ازاي في الدوري ان شاء الله؟ لا اكيد طبعا، بعد اي بطوله النادي الاهلي خلاص قفل البطوله الافريقيه، البطوله الافريقيه او التعود في النادي الاهلي او الشرف في النادي الاهلي، عارف اللي خلاص في بطوله من ضمن البطولات. انت موجود كل يوم، طول ما انت موجود في النادي الاهلي لازم مطالب كل يوم ببطوله يعني. طبعا فاكيد الفتره اللي جايه مش سهله، اكيد اللعيبه خلاص هتبتدي تفهم بشكل كويس. عندنا ماتش فاركو، خلي بالك فاركو فرقه مميزه بتحاول تسرع، عندها امكانيات كمان ولاعيبه كويسه قوي. نعم عندها امكانيات ولاعيبه مميزين كمان، عندها لعيبه مميزه بس هي كان بيقابلها سوء حظ ومدرب مشي، كابتن خالد جلال وكلام مدرب موجود تاني. فانت بتتكلم اللي هم بردك عندهم دوافع اللي هم عايزين يقعدوا في الدوري ممتاز، فالموضوع مش هيبقى سهل، مش هيبقى يعني الدنيا مش هتلاقي فرقه نازله مستسلمه يعني. فاكيد الماتش هيبقى صعب، لكن الاهلي اكيد ان شاء الله تحسم من اول اللقاء، تحسم يعني البادره من اول اللقاء. وبعد كده انت بتبص واحده واحده، خلي بالك انت بتتكلم في الدوري، النادي الاهلي متاجله ماتشات كبيره جدا كتير جدا يعني. بتتكلم لو خد ان شاء الله الماتشات دي هيبقى في قمه الدوري، فاكيد البدايه بتبقى قويه، بالذات انت بعد فتره. فبطوله الدوري دي البطوله المحببه الثانيه بعد البطوله الافريقيه طبعا. فاكيد اللعيبه عندها شغف لا توصل للكوين مانس، عارف دلوقتي بتصدر بيراميدز، فانت عندك دلوقتي هو يعني اللي بيحاول ينافس معاك يا بيراميدز. فالنادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي حاسين بالمسؤوليه، فاتمنى ان شاء الله تبدا من اول ماتش فاركو ان شاء الله. فاركو تقدر اللعيبه بكره تدي زي ما بقول كده انذار للناس كلها اللي احنا موجودين البطولات بتاعتنا ان شاء الله. طيب انت من الجيل المميز جدا اللي خد كل البطولات وخدت تقريبا كل البطولات، بتشوف عمليه ضغط المباريات الكبيره دي ازاي؟ وانت اكيد عملتها مع النادي الاهلي او عشت في ضغط المباريات بالشكل ده. هو عمر، بص عبد الرحمن، طول ما انت موجود في النادي الاهلي هتبقى عندك ضغط مباريات. ليه؟ النادي الاهلي بيلعب في اكثر من بطوله، النادي الاهلي بيشارك بطوله الابطال، بيشارك بطوله كاس مصر، بطوله الدوري العام، كاس اللي هي لو كان نقيض موجود في كذا بطوله ثانيه. فانت متعود اكيد اللعيبه اللي عندها خبرات. وانا شايف الموسم السنه دي بالنسبه للسنين اللي قبل كده متهيألي اهدى يعني، اهدى عشان المنافس بيراميدز برضو مش فريق بطوله قوي، ولا عشان خاطر انت عندك فرص اكتر بقى يعني؟ لا انا بكلمك على موضوع الضغوط اللي هي ضغوط المباريات يعني. شايف اللي دلوقتي كان النادي الاهلي مثلا في الفتره اللي فاتت مثلا كان لعب كل فتره 3 ايام ماتش، بس قبل كده كان بيبقى مستمر لمده شهر ولا شهر ونص شغال كده. فانت دلوقتي جه فتره بتاعت المنتخب، فاديتك مثلا اديتك ريست، فتره راحه. بس اللعيبه الدوليين ما لعبوا كلهم، ما القوام الاساسي بتاعك لعيبه دوليين يا كابتن. ما انت خلي بالك برك عبد الرحمن، النادي الاهلي عمره معتمد على اللعيبه ال 11 بس الدوليين. طبعا خصوصا مستر كولر كمان عامل عمليه الروتيشن دي كويس. برافو عليك. فهو النادي الاهلي طول عمره اللي انت عندك قوه موجوده على دكه البدلاء قويه جدا، وعندك لعيبه مميزه، ما فيش فرق بين احتياطي واساسي. فانا بكلمك يعني حتى روتيشن مستر كولر بيشتغل دي بشكل كويس، فعشان كده انت مش حاسس بفرق. فالنادي الاهلي متعود على الضغوطات دي. اكثر فرقه بتلعب عدد مباريات النادي الاهلي، لو جيت تقارن باي فرقه ثانيه، لو الزمالك او بيراميدز او اي فرقه ثانيه، مش مشاركين الا في بطوله واحده او بطولتين بالكثير. فانت بتتكلم النادي الاهلي متعود على على على, على الاحمال دي، وطبيعي. وخلي بالك الحمد لله نمسك الخشب لحد دلوقتي مفيش ولا لعيب اصابه من النادي الاهلي اصابه كبيره. يعني رجعوا من المنتخبات تاو وعنده اصابه، وسام ابو علي عنده اصابه، بس الحمد لله يعني ده مش اقل الخسائر يعني. ما دي بتاعتنا، دي بتاعت المنتخب بتاعتهم انت فاهم. فاحنا ما نقدرش نتصدر فيها. فاحنا بنتكلم في الشكل العام، الحمد لله لحد دلوقتي نمسك الخشب للناس ماشيه بمعدل كويس. وطبعا مستر كوره ابتدى يشتغل بالعناصر اللي عنده مميزه. وصلنا انت عندك مثلا 2 باكين رايت، مش عارف لاعب مين او 3 باكات رايت، مع اكرم توفيق ولا عمر كمال ولا محمد هاني، بنبارك له طبعا على جوازه امبارح. طبعا فانت عندك لعيبه مميزه بشكل كبير جدا. فانا شايف ان الموضوع في المتناول، انا شايف اللعيبه حاسه بالمسؤوليه. فانا شايف يعني النادي الاهلي طول عمره متعود على الضغوطات دي. طيب خلصنا كلام عن النادي الاهلي بقى، تعالى نروح لليورو. انا كنت قبل ما انت تدخل معانا طول بتكلم على انها بطوله غريبه ولكنها مميزه وممتعه جدا. انت من الناس اللي انا حاسس انك بتشجع فرنسا لانك لعبت هناك في ستراسبورج طبعا، وفي اجاكسيو كمان، ولعبت في الدوري الفرنسي بشكل مميز جدا. ايه رايك الاول في البطوله بشكل عام، وتوقعاتك للمستوى الفني فيها ايه؟ لا هو انا بالنسبه لفرنسا طبعا يعني اعتبرت دي بلدي الثاني. بص بعشقها في كل حاجه يعني، اول بلد احترفت فيها قعدت 5 سنين مواسم متتاليه، اكثر لعيب لاعب في الدوري الفرنسي، فانا بشجعها من كل قلبي يعني. بس انت بكلمك على البطوله نفسها، البطوله دي بتبقى بيتولد فيها منتخبات وليده زي ما بنتكلم. كنت بقول الكلام ده قبل ما انت تخش معايا والله بالظبط قلتها يعني. بص
بص يا عبد الرحمن، مش هتحس بين فرقه منتخب ضعيف ومنتخب قوي الا في البطوله دي. البطوله دي ما تعرفش مين يكسب فيها. انا بقول احنا اليونان كسبت وهي بتدافع، بس كسبت البطوله، وفي فرق قبل كده بتشارك لاول مره زي الدنمارك خدت البطوله. الله ينور عليك. فعشان كده البطوله دي فيها شغف كتير جدا، وفيها حاجات من التطور في كره القدم دي. لو انت مستعد تقعد تتفرج هتشوف فرقه مثلا مش ممتعه بالنسبه لك زي ما بتتكلم على الدنمارك واليونان، بس هم بيعرفوا يكسبوا. صح، بيعرفوا يكسبوا، انت فاهم ازاي؟ فاحنا بنتكلم المنتخبات، انا بشجع منتخب فرنسا طبعا، منتخب فرنسا في اعلى قمه، خلي بالك منتخباته قويه جدا. ديشامب كمان عامل توليفه مميزه قوي، وكمان استمرار ديشامب الفتره دي كلها كمدير فني. انا عايز اعرف رايك في الموضوع ده. منتخب فرنسا هو دايما مرشح للبطوله، لكن ديشامب مستمر الفتره دي كلها وكاسات عالم وبتاع. انت قول لي بقى، انت شايف ديشامب في البطوله دي ازاي كمان؟ بص يا عبد الرحمن، احسن حاجه في الدول الاوروبيه السيستم اللي عندهم او البلان اللي موجود. اللي انت عندك المستوى مثلا المنتخب الفرنسي موجود ديشامب بقاله فتره كبيره جدا مع المنتخب، فبيعمل حلوته اكتر واحد عارف المنتخب مقصود ايه. لو بيفاجئنا فجاه بنزيما بره المنتخب وهو احسن لعيب في العالم، يعني ليه مفاجآت كده غريبه شويه يعني. طبعا هو السيستم شغال وما عندوش مشكله. الثاني حاجه، المنتخب الثاني هتلاقي بلجيكا برضك عندهم من اول منتخبات، هم وهولندا منتخب، يعني هم بطوله المنتخبات الاوروبيه في السن الشباب والاولمبي، واسبانيا نفس الثلاثه. بتتكلم ان هم عندهم بلان، انت حط بلان واشتغل عليه عشان تقدر توصل للقمه. فانا بكلمك كده، الناس دي اي حد ديشام بيمشي، اي حد بيجي يمشي موجود لهم بلان بيجي يمشي، هم حاطين السيستم وشغالين عليه. عشان كده بكلمك، هي النظام والبلان. انت عايز توصل بعد 5 سنين معدل اعمار قد كذا، مع احترامي لمنتخب مصر، زي منتخب مصر خلي بالك اكبر اعمار سنيه موجوده في منتخب مصر طبعا. فانت لازم من الفتره اللي جايه كابتن حسام يبتدي يدخل ينزل وعلى فكره هي دي مميزات كابتن حسام مع الفرق اللي مسكها، كان دايما بينزل بمتوسط الاعمار شويه مع الفرق، لكن مع المنتخبات طبعا ده بيبقى اصعب شويه. اصعب، بس انت خلي بالك يا عبد الرحمن، الجراءه من المدير الفني بتفرق معاك بشكل كبير جدا. كابتن حسام جريء، بتدي لعيب كان لعيب دولي اسم كبير، فهو الطبيعي بتاعه اللي هو ما عندوش مشكله، بدل واثق في حد هيديله الباور. ما انت اي مدير فني لو مش مديك الثقه مش هتقدر تأدي طبعا. طيب انت قلت منتخب بلجيكا في النص، وعلى ذكر منتخب بلجيكا، منتخب بلجيكا من المنتخبات القويه جدا كسكواد وكتشكيل وككل حاجه، وانت لعبت بلجيكا كمان، قول لي ليه منتخب بلجيكا مش من المنتخبات اللي بتكسب البطوله؟ مش منتخبات بتكسب بطوله لكذا سبب. خلي بالك هم في سن الشباب الاولمبي مميزين جدا طبعا، بس انت كده بتتكلم في السن اللي هو بتاع الاول، الموضوع بيختلف شويه او الكواليتي بيختلف شويه. بيروحوا انديه مثلا منتخبات، يعني بيروحوا انديه ثانيه، في ناس بتشتغل بصفه مستمره بتتكلم، يعني بتبقى موجوده بصفه اساسيه بشكل كبير جدا، وفي ناس بتبتدي تحاول بتخش في، يعني بتخش في انديه ثانيه فما بتلعبش. انت بتتكلم يعني بتتكلم في فرق بيروحوا يلعبوا فيها بشكل مميز، في فرقه ثانيه بتبقى لسه عقبال ما يتاقلم بيبقى الموضوع مختلف. بالذات خلي بالك الدوري البلجيكي مش في التوب فايف، انت فاهم ازاي؟ الدوري البلجيكي برضه كده، بس اللعيبه يعني لما تيجي تقول دي بروين في مانشستر سيتي، كورتوا، الحاجات دي اسماء تخض جدا في كل مركز تقريبا يعني. هم دول خلي بالك عبد الرحمن، هتلاقي مثلا 5 6 هم الموجودين. انت المنتخب مش معقول 5 6 هم اللي هيشيلوا الفرقه كلها طبعا. انت بتتكلم ان في، انت عندك فرقه عندك جون عالمي، عندك ناس مميزه، بس انت بتتكلم الكواليتي كله مش، يعني بلجيكا بالذات والمانيا بيعتمدوا على البدني اكتر وعلى التكتيك اكتر، فما عندهمش. يعني عندك مثلا لوكاكو ده كان حاجه ثانيه مختلفه، بتيجي فتره من الفترات بتلاقي المستوى الفني بيروح ايه؟ بينزل. فعشان كده بقول لك هو التطور اللي موجود في بلجيكا، عشان كده ما بيوصلوش لاعلى حاجه. يعني هم عكس مثلا المانيا، عكس مثلا بتتكلم على فرنسا، فرنسا ثابته على طول على القمه على طول. فرنسا اصلا تحس دايما نجوم فريق منتخب فرنسا اعمارهم صغيره دايما. ليه بقى؟ عشان هم بيلعبوا في البطوله اللي هي المحليه بتاعتهم، بيلعبوا بشكل اساسي، والبطوله المحليه بتاعتهم قويه. أيوة، دوري فرنسا لما تيجي تتكلم على الدوري الفرنسي دلوقتي مش هتلاعب باريس سان جيرمان ولا مارسيليا ولا موناكو ولا نيس ولا لانس، انت بتتكلم في انديه ابتدت تتطور بشكل كبير جدا. فالدوري الفرنسي مش عارف، كنت انا موجود كان مثلا 60 70% دلوقتي لا، ده وصل لاعلى حاجه. فانت بتتكلم لا، وبيجيب يعني ميسي يلعب في باريس سان جيرمان، امبابي اللي عليه الضجه كلها والريال مدريد وبتاع، هو خلاص خرج يعني، بس ونيمار بيجيب دايما لعيبه دلوقتي مميزه، او يعني يمكن باريس سان جيرمان دخل فكره انه يبقى فيه شراء ولعيبه مميزه ولعيبه غاليه ولعيبه اسماء كبيره. ما ده عبد الرحمن اللي بقول لك عليه، اللي هو ده اللي هو البلان انت بتعمله. ده انا عايز اوصل في نص 5 سنين، او انا رئيس النادي مثلا عايز اجيب لعيبه عندي اقدر استفاد منها. ما الراجل نجح اللي هو يجيب لعيبه ويبيع طبعا. يعني انت بتتكلم لما تيجي تتكلم على امبابي لما يكون رئيس الجمهوريه نفسه بتاع فرنسا، بتتكلم ان هو مش عايز الراجل يمشي، انت فاهم ازاي؟ حتى في السلام بتاعه، انا كنت متابع بشكل قوي، بيسلم على لعيبه المنتخب المعسكر موجودين، زعلان منه، انت فاهم الموضوع؟ لو قال له انت خلاص رايح ريال مدريد امتى، حتى جابوا النقاش ده. أيوة، قال له انت خلاص رايح، قال له النهارده. بيسلم عليه سلام، مش اللي هو كل مره بيسلم عليه بيضحك معاه بيفضل يهزر معاه.
سلام عليه السلام يعني قوي كده عشان هو مش عاجبه، عشان هو بيقول له انت الثوره عندنا، يعني انت هنا بتعمل لنا شكل هنا، بتعمل لنا في البلد هنا، يعني زي ما بتتكلم عن برنامج الجماعه، حتى لما بتروح الشانزليزيه بتشوف الصور والحاجات دي كلها، ما ده كله ماركت يا عبد الرحمن. طبعا الدوري الفرنسي مميز بحته ان هو دوري ماركت، وبيخرج كمان بيصدر للدوريات الاوروبيه كلها لعيبه، وحتى في لعيبه مصريين وعرب او لعيبه اجانب عن اوروبا عموما بتروح الدوري الفرنسي كمحطه للانتقال للخمس دوريات الكبرى يعني. طبعا. طيب قول لي بقى توقعاتك لو في مفاجاه في اليورو السنه دي، مين المنتخب اللي ممكن يعمل المفاجاه دي؟ انا خلي بالك يعني انا برضك يعني مشجع منتخب فرنسا وكل حاجه، بس انا بتكلم شايف الظروف اللي صعبه جدا اللي موجوده في الدوري يعني في المنتخب الالماني، حاسس ان هم هيطلعوا من الكابوس. انت اتكلمت على مجموعه اسبانيا فيها كرواتيا وايطاليا، يعني مجموعه نار، اسبانيا وكرواتيا وايطاليا ومعهم البانيا، اصعب مجموعه تقريبا يعني. دي اصعب مجموعه، عشان كده انا بكلمك على المانيا، كله متوقع ان المانيا تخرج بتاعت احداث كاس العالم، كله متوقع ان المانيا تخرج. انا حاسس ان المانيا هتبقى مفاجاه السنه دي. بس هي المانيا مش مفاجاه لان عرضها كمان يعني. ما هي على ارضها، بس انت بتتكلم لما انت بتتكلم الراي العام والاعلام. ايوه، وخروجهم من كاس العالم من المجموعات واثر عليهم، حتى ما عندهمش ثقه مع الجماهير بتاعتهم. الجماهير بتاعتهم تقول لك احنا عايزين نعمل اداء كويس، او كل التقارير اللي تيجي يقول لك احنا عايزين نتكلم، وتيجي تتكلم يقول لك يا رب نبقى في المستوى 60-70%. فانت وصلت الاحباط للناس اللي موجوده، فعشان كده بقول لك الناس دي لازم يعني الدوري الالماني يعني المنتخب الالماني لازم يفوق بالكبوه دي بحاجه كبيره، زي ما هم يعني اكبر حاجه الاكبر مناسبه اللي هي بتاعت كاس العالم طلعوا منها. فانت لازم ما ترجع بقى باليورو دي على الاقل دي مصالحه للجماهير، فانا شايف ان هم عندهم الدافع اقوى. طبعا انت يعني اديت لي مداخله قويه جدا وافدتني جدا، وانت من النجوم المميزه اللي احترفت احتراف ناجح ونجحت مع النادي الاهلي، خدت معظم البطولات بتاعه النادي الاهلي كنت موجود فيها. كابتن احمد ابو مسلم شكرا ليك جدا على تواجدك معانا في 7 دي سبورت من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. البطوله هنستمتع بيها من بكره ان شاء الله، وهتبقى حاجه مميزه جدا، وانا يعني مستني بدايه اليورو. تعالوا نطلع رجعنا لحضراتكم ولسه احنا في اليورو، ولكن تعالوا بقى نكمل اخبار عن اليورو من خلال صافره مايكل اوليفر. تقول مباراه اسبانيا وكرواتيا تم تعيين الحكم الانجليزي مايكل اوليفر لاداره مباراه اسبانيا وكرواتيا يوم السبت المقبل في الجوله الاولى من المجموعه الثانيه اللي هي المجموعه الاصعب يعني، دي بطوله امم اوروبا 2024 اللي هتقام على ملعب برلين الاولمبي. وبيتمتع اوليفر بخبره كبيره جدا في اداره مباريات الفرق الاسبانيه في المسابقات الاوروبيه، كما سبق ليه طبعا ان ادار مباراه لمنتخبين، وفي كاس العالم الاخيره في قطر ادار اوليفر مباراه ربع النهائي بين كرواتيا والبرازيل، وفاز الفريق الكرواتي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الاصلي والشوط الاضافي الشوطين الاضافيين يعني، كما ادار مباراه ربع نهائي بطوله امم اوروبا 2020 اللي اقيمت في عام 21 ايام الكورونا يعني بين اسبانيا وسويسرا، واللي فازت بيها اسبانيا بركلات الترجيح ايضا بعد التعادل 1-1. حكم مميز وهو محطوط في الماتشات الصعبه يعني. لسه مع الاتحاد الاوروبي اللي قال بقى ان فاكرين التقنيه اللي في كاس العالم لما الحكم يشوف الفار في كاس العالم للانديه، لما كان الحكم بيشوف الفار وبعدين يقول للجمهور ايه مبرر ان ضربه الجزاء اتلغت او ضربه الجزاء اتحسبت، التقنيه دي هتتجرب بقى في اليورو بشكل اوسع كمان. كاس العالم كان عدد ماتشات اقل. اعلن الاتحاد الاوروبي لكره القدم تطبيق ميزه جديده تتعلق بتقنيه الفيديو في بطوله يورو 2022 وفقا لاذاعه مونت كارلو الفرنسيه، اللي قالت ان قرر الاتحاد الاوروبي ان يتم شرح قرارات تقنيه الفيديو على الشاشات التلفزيون وكذلك على الشاشات العملاقه داخل الملعب. واشارت الاذاعه الفرنسيه الى ان هذا الامر سيمكن الجمهور من فهم القرارات التي يتخذها الحكم بعد مراجعه تقنيه الفيديو. وسبق طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان ده كان في كاس العالم للانديه، اتطبق بشكل كان ساعتها تجريبي وواضح انه هو نجح. انا شايف القرار ده في مصر مثلا هيبقى شكله عامل ازاي، والحكم بيشرح للجمهور في الملعب الكره دي اتلغت ليه او اتحسبت، هيبقى في دول هيبقى صعب جدا يتطبق فيها القرار ده. اتطبق في القرار ده في السعوديه في كاس العالم الاخيره، انما ازاي يتطبق في بلاد ثانيه احنا هنشوف في اليورو هيتطبق ازاي، وان شاء الله يتطبق بشكل كويس. لكن تعميمه ده اظن مش هيبقى في كل الدول يعني. كده النهارده كده خلصت حلقتنا من 7 دي سبورت، وعايز اقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، عيد سعيد على حضراتكم، وان شاء الله كلنا نقضي عيد ممتع. واليورو هيبدا في العيد اهو كمان، اليورو هيبدا يوم الوقفه او هيبدا بكره قبل الوقفه بيوم يعني، فهيكون حاجه وجبه دسمه مميزه، وهيبقى عيد سعيد ان شاء الله علينا. وهسيب حضراتكم مع انفوجراف عن اسرع 5 اهداف في تاريخ اليورو،
ونشوفكم ان شاء الله بعد العيد، بعد اجازه العيد ان شاء الله نلتقيكم في 7 داي سبورت. وفي الختام خير سلام.